بنات هذا شيء جديد راح ينزل بوتيكات، شيء خطير، شيء ما تتوقعون، شيء ما تتوقع صار قبل هالمرة. براند جديد اسمه ترندي، ترندي باليابانية يعني، برنسس ميرور. لحظة لازم تودونها داري لأن هذا شيء وايد عجيب من نور. ما راح تتوقعين شنو؟ تتوقعين مراية عادية؟ لا. تعرفين الماجيك ميرور؟ أبي. لا مو أبي. ما راح تتوقعين. You will not believe. I'm sure. طبعاً قاعد تخيلونها مراية عادية، ما تخيلون شنو هالمراية عجيبة عجيبة شوي. الحين بوريكم مزاياها، تعقد. طبعاً فيها إضاءة، تفتحون الإضاءة، هذا أول شيء. أول شيء حجمها وايد كبير، أوكي؟ تهبل، تشوفون الإضاءة تجنن. المراية منها وفيها الإضاءة، هذا أول شيء. الإضاءة تصير بعد بيضة وتصير صفرة، تجنن، تعقد شيء معادي. خلي أكمل لكم باقي المواصفات، أوكي؟ صفرة قلنا وتنقلب بيضة من هني. صراحة هذه المراية طالبتها من تقريباً 3 أشهر. ماركتها اسمها تروندي، تهبل مو عادية. طبعاً من زمان، يمكن 3 أشهر صورت فيديوهات وتالي شلتها من كثر ما حبيتها، وما شاء الله بوتيكات دخلوها عندهم. الحين أقوى مراية اللي الحين شفتها، إضاءتها صفرة وبيضة، تتحكمون بالإضاءة، تشبكون بلوتوث مع التليفون، تحطون الأغنية. شوفوا شوفوا هذه الأغنية اللي أنا مشغلتها. حلو فيها إن فيها ساعة، طبعاً ترتبين الساعة، الساعة كم؟ أنا الحين مو وقتها. ساعة تعطيك شنو بعد؟ درجة الحرارة، درجة حرارة الغرفة، تهبل يعني. خاصة الساعة ترى شيء وايد مهم، إذا تمكيجين عندك دوام تشوفين يعني ما يلا لازم تطلعين الحين. وغير كذي شكلها وايد جميل. طبعا انا مو مرتبتها للحين في المكان لان توني جاي، او يعني ما مداني صراحه. شغله ثانيه، حتى تقدرون تستقبلون فيها مكالمات، يعني المرايه عادي تليفوني لك سبيكر. You have a call. You have a call. توني ادري انها تتكلم بعد. You have a call. انصدمت. You have a call.